السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن تخفيضات السيارات في مصر. وده فيديو من مجموعة فيديوهات، هي سلسلة مجمع فيها كل التخفيضات اللي تمت على السيارات في السوق المصري ولممهم في سلسلة واحدة علشان قبل الشراء الناس تخش وتتأكد ان العربية فعلا تم عليها تخفيض ولا لأ، ولا الموضوع تلاعب اللي هو النظام الشركات اللي بتعلي وترجع تنزل تاني. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن توكيل غبور وتخفيضات شركة هيونداي على هيونداي كريتا 2020. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة هيونداي اعلنت عن تخفيضات هيونداي كريتا بشكل رسمي في مصر. الفترة اللي فاتت طبعا شفنا كتير من التخفيضات في مختلف شركات سيارات ومختلف الفئات السعرية، شفنا هيونداي توسان ودلوقتي بتشوف تخفيضات هيونداي كريتا اللي بتنافس مع سيارات قوية جدا في الفئة السعرية دي. كريتا كانت محتاجة التخفيضات دي عشان تتمكن من الحصول على مبيعات. كريتا في الأسواق المصرية بتنافس عربات كتير، منها أوبل كروسلاند اللي حصلت على تخفيض قوي في فترة سابقة، وبتنافس تروين سي 3 اللي بتقدم قيمة مقابل سعر، وبتنافس سيت أرونا وبجو 2008 وعربات تانية كتير في السوق المصري. من أهم النقط اللي بتخلي منافسين كريتا بيتفوقوا عليها بشكل كبير عدم وجود وسائل أمان في الفئات الأولى من كريتا، وده هو حال أغلب عربيات غبور. بيزود عدد الفئات جدا ويبقى الفرق بين كل فئة والتانية حاجة بسيطة جدا، مزود زرار، مزود سبويلر، وأغلب الكماليات وأغلب وسائل الأمان وأنظمة الفرامل كل حاجة بتبقى موجودة في الفئة العالية، وبقية الفئات بتبقى فاضية. العيب ده طبعا هو عيب خطير جدا، لأن وسائل الأمان مش أوبشن أو خيار نحذفه أو نضيفه في السيارة. نتمنى من توكيل غبور يغير الفكر والسياسة أو العادة ويقلل عدد فئات عربياته ويحط وسائل الأمان من بداية أول فئة. تم تخفيض سعر كتير من العربيات في الفترة اللي فاتت، وكان لازم يتم تخفيض هيونداي كريتا عشان تقدر تنافس وتحصل على مبيعات. وأنا شايف شخصيا أنها لا يمكنها المنافسة مع عربيات قوية موجودة في نفس الفئة السعرية. الفئة الأولى من هيونداي كريتا بقى سعرها دلوقتي 330 ألف جنيه بدل 343 ألف، تخفيض 13 ألف. الفئة الثانية سعرها 350 ألف بدل 363 ألف، تخفيض 13 ألف. الفئة الثالثة سعرها 375 ألف بدل 388 ألف جنيه، تخفيض 13 ألف. الفئة الرابعة بقت 395 ألف بدل 408 ألف، بتخفيض 13 ألف. الفئة الخامسة بسعر 405 ألف بدل 418 ألف، بتخفيض 13 ألف جنيه. الفرق بين الخمس فئات زي ما قلنا حاجات بسيطة هنقولها سريعا كده. الفئة الأولى نازلة فيها جنوط سبويلر قفل مركزي للأبواب ب 330 ألف. الفئة الثانية بتزيد على الكلام ده مرايات ضم، فرامل اي بي اس، وسائد هوائية للسائق والركاب 350 ألف. الفئة الثالثة بتزيد على الكلام ده نظام توزيع الفرامل اي بي دي، ودي سعرها 375. الفئة الرابعة بتزيد زر ايقاف وتشغيل المحرك وفرش جلد ونظام ذكي لركن السيارة، ونازلة ب 395. الفئة الخامسة بتزيد فتحة سقف ونازلة ب 405 ألف. بعد التخفيضات دي أصبحت العربية أفضل بفرق بسيط، لكنها طبعا في تخفيضات أقوى نزلت على أكسنت اتش سي آي وعربيات تانية كتير بتبيع بشكل أفضل. والعربية هيونداي كريتا بقت غير منافسة تماما بعد كل التخفيضات على باقي العربيات. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.